طيب انت ذكرت اللاعبين باساميهم، مين بالنسبه لك افضل لاعب في البطوله بشكل عام؟ هو طبعا زيزو هو اللي كان هو اللي اخذ خد احسن الجائزه. لاعب وعواد، لا احسن حارس مرمى في البطوله اعتقد انه محمد عواد بدون منازع في المباراتين، سواء مباراه بيراميدز او مباراه الاهلي كان نجم المباراتين. لعيبه في لعيبه كتيره، وانا بشوف ان زيزو ادى بطوله جيده جدا. سمعة عبد المجيد من افضل اللاعبين اللي ادوا سواء في الماتشين سواء بيراميدز او الاهلي. اعتقد في الاهلي برضو اكرم توفيق ادى بطوله جيده. بيراميدز يعني بيراميدز ما فيش اللعيب اللي بان قوي، يمكن ابراهيم عادل الهدف اللي جابه مع الزمالك، ولكن يعني ما كانش فيه لعيب اللي كان باين قوي في بيراميدز. يعني كان فيه اكتر من لعيب قدوا بصوره جيده. ايه اللي خلى يعني من وجهه نظرك الاختلافات ما بين لقب السوبر الافريقي اللي حصل عليه نادي الزمالك والسوبر المصري حصل عليه النادي الاهلي، ايه الاختلاف ما بين الماتشين؟ بص الماتشين مختلفين. السوبر الافريقي طبعا احنا شفنا الانتقادات بتاع جمهور النادي الاهلي بعد المباراه. الاهلي كان من اقل المباريات اللي اداها، حتى الناس قعدت تقول لك ما راحش السعوديه لان الاداء كان ضعيف جدا، ما فيش ولا هجمه ما فيش ولا كورنر. فكان الزمالك الاحق لما حتى وصل للبنتيات ضربات ترجيحيه كان هو الاحق ان هو يكسب المباراه. المباراه السابقه اللي هي كانت من يومين كان في تكافؤ، طبعا الاهلي ابتدى الشوط الاولاني بصوره ممتازه وكان ممكن يجيب اكتر اكتر من من 3 4 اهداف في الشوط بالظبط. الاولاني. الموضوع تحول في الشوط الثاني وانا كنت متاكد انه هيحصل كده لان الاهلي بذل مجهود، لعيبته يا ميرن بذل مجهود كبير جدا في الشوط الاولاني، كان صعب جدا يكملوا بنفس الاداء والضغط العالي اللي كان عامله على دفاع الزمالك في الشوط الثاني. فده اللي خلى الزمالك رجع تاني في الشوط الثاني كان افضل، اضاع طبعا فرصتين ثلاثه في اخر مباراه بتاعت الجزيري او بتاعت المسلوسي. فانا شايف ان المباراه كان فيها تكافؤ ونديه، الاهلي كان الشوط الاول والثالث كان افضل، الزمالك الشوط الثاني والرابع. المباراه اثناء المباراه او ضربات ترجيحيه المباراه قاعده بتروح وتيجي مش عارفه مين اللي هيكسب، رضا سليم يخش يجيب يكسب الاهلي يضيع، يوم بعد كده يوسف ايمن يضيع، شيكابالا يخش يكسب الزمالك يضيع. فالموضوع المباراه كانت فيها اثاره كبيره جدا. فاعتقد الاختلاف ان كان في نديه كبيره جدا في المباراه الثانيه بتاعت السوبر المصري، المباراه الاولى لا كان الزمالك افضل من الاهلي.